هسيب حضراتكم مع تقرير. التقرير ده بيسجل الحقيقه حاله من الانسجام الشديد ما بين وزاره التضامن ومؤسسات المجتمع الاهلي اللي هم شركاء في عمليه التنميه في مصر. وزيره التضامن السيده نيفين القباج كانت دعت مؤسسات وهيئات وجمعيات العمل الاهلي في مصر، ودعت ايضا مؤسسه دنيا جديده. مؤسسه دنيا جديده هي الذراع الخيري لشبكه تلفزيون النهار، كانت مؤسسه دنيا جديده للاعمال الخيريه موجوده مشاركه في هذا الاجتماع اللي كان بيتم فيه مناقشه واستعراض اللائحه التنفيذيه لقانون او تنظيم ممارسه العمل الاهلي، قانون تنظيم ممارسه العمل الاهلي. في حاله من التفاهم، الاسئله اللي كانت موجودة في هذا الاجتماع، ناس خرجت أصحاب أو اللي هم المؤسسات الأهلية خرجوا وهم في حالة اتفاق وتوافق ووفاق كبيرة جدا مع الوزارة، منهم مؤسسة بداية جديدة، لأنه الحقيقة مؤسسة بداية جديدة خلال السنوات دنيا جديدة أسف خلال السنوات اللي فاتت عملت شغل كويس جدا بالتعاون مع وزارة التضامن، وهي مستمرة في تقديم هذا العمل الخيري إن شاء الله. سيب حضراتكم مع هذا التقرير ونلتقي غدا إن شاء الله، وتصبحون على وطن. في ظل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي وتحت عنوان آفاق جديدة للشراكة، عقدت وزارة التضامن الاجتماعي لقاء مع مؤسسات المجتمع الأهلي للتعريف باللائحة واستعراض مزاياها. صدور اللائحة التنفيذية هو بيمثل نقلة نوعية جديدة للمجتمع المدني، وده حقيقي، ويمكن ده ظهر في المسودة الأولى من القانون التي صدرت والتي كان عليها بعض الاعتراضات، وكان لنا قيادة سياسية واعدة وحكيمة، والحقيقة يعني كانت تسمع وتقدر العمل الأهلي، ولذلك تمت الاستجابة لصدور هذا القانون ولائحته التنفيذية. وجهت لها دعوة مؤسسة دنيا جديدة للأعمال الخيرية لحضور مؤتمر النهاردة أفاق الشراكة الجديدة في ظل اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الأهلية الجديد. الحمد لله يمكن دي أول مرة توجه لدنيا جديدة دعوة نتيجة النشاطات اللي عملناها في الفترة الأخيرة. طبعا ده حاجة مهمة جدا إن الوزارة بقت تاخد رأينا وتناقشنا في القانون، سواء القانون اللي اتعمل أو اللائحة، فده دور مهم. احنا طبعا بنتشرف إن احنا مع وزارة التضامن الاجتماعي في أكتر من مبادرة، منهم مبادرة حياة كريمة لإطلاق سيادة الرئيس، وطبعا ما كانش موجود قبل كده، دلوقتي بقى موجود، إن بيبقى في تنسيق بيننا وبين المجتمع المدني وبين وزارة التضامن الاجتماعي. جايين الحقيقة نحضر إطلاق اللائحة الجديدة مع وزارة التضامن، وسعداء جدا بالدعوة الكريمة دي علشان نسمع التفسير وتفاصيل اللائحة من أصحاب الشأن القائمين على تنفيذها بنفسهم إن شاء الله. القانون الحالي حقيقي باللائحة التنفيذية بتاعته أعتقد هو خطوة للأمام بالنسبة للمجتمع الأهلي، لأنه أولا بيشيل عقوبات كانت قوية وكبيرة بالنسبة لنا، وكانت أعتقد بتخوف ناس كتير من العمل الأهلي. كان من المهم وجود هذا الحوار ما بين وزير التضامن الاجتماعي ممثلة لجهة الإدارة وممثلة للحكومة في التعامل مع الجامعات الأهلية في تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات والمؤسسات. لقاء بيؤكد على الدور الرائد والملموس لمؤسسات المجتمع الأهلي كشريك أساسي للدولة في تحقيق خطط وأهداف التنمية المستدامة.